أتواصل بحضراتكم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات وتحديات هذا الصباح، حيث نسير بحضراتكم في شوطنا الحادي عشر في الانطلاقات والتحديات. مع انطلاقة هذا الشوط تسير هذه الفئة في عنوان التنافس والتحدي في لقاء يجدد روح النشاط والتنافس بين شعارات أبناء القبائل. نذهب مباشرة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط مع الجعدان المحليات الأصايل، حيث ينطلق هذا الشوط ونبدأ الصراع ونذهب مباشرة إلى المركز الأول إلى المقدمة، حيث يتقدم الشامخ. تعود ملكية آلي سالم بن خلفان بن حبروت الاكتبي يحتل المركز الأول، بينما في المركز الثاني يأتي شعار بالرقراقي على ثاني المراكز، يقدم كذلك لنا اسم آخر من اسامي او عبد الله بن ثعيل بالهاجر يحتل المركز الثاني، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني في هذه اللحظه ويقدم سراب او سراب بالفعل يحتل المركز الثاني. النقله الى المركز الثالث، المركز الثالث نبهان سهيل بن محمد بن عويضان العامري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا سراب نايع بن سالم بن سيف الشاوي الغفلي محتلا المركز الرابع، والمركز الخامس هنا حاضر خليفة بن محمد بن عامر العمري محتلا المركز الخامس. أما سادس المراكز نتابع في هذه اللحظات شعار بن زيتون في سادس المراكز، ويأتي الرايع لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز السابع نتابع في هذه اللحظات حشيم حمد بن غدير بن صالح الجنيبي يحتل المركز السابع، والمركز الثامن وصل في هذه اللحظات عجيب محمد بن سالم بالضبيعة في هذا الموقع. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات للمراكز المتقدمة، للمراكز التي تحمل تحديات هذا الشوط. نعود إلى أبو خلفان، نعود إلى صدارة هذا الشوط حيث يتقدم الشامخ في هذه اللحظات محمد بن سالم بن خلفان بن حبروت الاكتبي يتقدم المركز الأول، ويتقدم كل المشاركين والمنافسين على مقدمة الشوط. المركز الثاني يأتي شعار بن عويضان ويقدم نبهان سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم المركز الثاني. أما المركز الثالث فتتابع هناك من خلال تواجد هذا الاسم حاضر 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 يتقدم خليفة بن محمد بن عامر العمري من خلال تواجد حاضر في المركز الثالث. المركز الرابع وصول سراب نايع بن سالم بالشاوي الغفلي يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس حضور من قبل حشيم حمد بن غدير بن صالح الجنيبي، وسادس المراكز في هذه اللحظات يتقدم عجيب لمحمد بن سالم بالضبيعة الاكتبي في سادس المراكز. المركز السابع وصلنا الآن من قبل مشكور صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري يحتل المركز السابع. المركز الثامن ازعاج علي بن سليمان بن عبد الله النهدي يحتل هذا الموقع، وكذلك شعار بن كاسب يتقدم مخلاب، تعود ملكيته لحمد بن سالم بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة أيها المشاهدين الأعزاء، لكن نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى بن عويضان. ها هو نبهان يتقدم المشاركين سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري إلى المركز الأول، ونبهان مسيطر حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام حمد بن صالح الجنيبي يتقدم، ولكن شوف اختياري سراب نايع بن سالم بالشاوي الأغفلي بدأ يتسرب إلى المراكز الأولى. المركز الثالث حاضر خليفة بن محمد بن عامر العمري، وكذلك وجود الجانب الآخر مخلاب حمد بن سالم بن كاسب المسافري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز المتقدمة يا سلام أهالي نادي الشبة وأهالي مقورة من الجانب الآخر، أهالي المقورة يتقدمون للمركز الثاني. مخلاب مخلاب نبهان مسيطر، نبهان مسيطر كل السيطرة على ناموس هذا الشوط. سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ولكن الله مخلاب 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 يتسلل من الجانب الآخر. مخلاب مشاهدين الأعزاء حمد بن سالم بن كاسب المسلم.
مسافري اللحظات الأخيرة. يلا يا أهالي السوان، أهالي السوان، أهالي مقورة للمركز الأول، أهالي ند الشبة يا بن عويضان، بن عويضان، ولكن مخلاب، مخلاب ينتزع الانتصار. سلام لأهالي مقورة، سلام في رأس الخيمة من خلال هذه اللحظات. زلالة شاهينية سجلت التوقيت الأفضل في هذا اليوم. تهانينا والناموس حمد بن سالم بن كاسم المسافري على فوز مخلاب بالمركز الأول. نبهان في المركز الثاني، سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثالث. هنا مشاهدين اعزاء سراب نايع بن سالم بشاوي الغفلي حاضر يحتل المركز الرابع، خليفة بن محمد بن عامر العمري والمركز الخامس. المركز الخامس يصل مشكور صالح بن راشد الدعبة المري محتلا المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى في نشاط هذا الشوط. نعود للتوقيت الزمني، 6:06:07 من الثانية هو التوقيت لمخلاب في ناموس هذا الشوط. سالم بن كاسم المسافري تانينا والناموس حمد بن سالم بن كاسم، والسلام لهالي راس الخيمة وهالي مقورة. المركز الثاني 6:07 جزئين من الثانية كان يعني توقيت نبهان حل على المركز الثاني سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. بينما في المركز الثالث لحظات الوصول 6:09 9 من الثانية كان السراب لنايع بن سالم بشاوي الغفلي حل بالمركز الثالث.